صوت عالي نار صفك ووحدك ولفوز الجد نار رابح يا كابتن هداد في المرمى صفت الأهداف تبقى دوما في الأوصاف مثال الشاب الناجح السلام عليكم سعد الله مساكم كل خير من قلب النادي وقلب المضمار أبشركم سجلنا في نادي إن شاء الله يعني أسبوعين هذا أسابيع نازلين 5 كيلو بمشيئة الله طبعا يوم جيت أسجل أنا أقدر رياضة اسمها رياضة الطائرة قلت كيف التقسيم عندكم في النادي أسأل مع الموظف حق النادي قال الله في عدد قلت الشباب يلعبون ولا مشي حالك قال لا لعب قلت سجلني الله يطول عمرك قاسم قلت سجلني الآن يعني دام في تقسيمة حلوة في الطائرة اعتبرني واحد منهم بإذن الله سوف نبدع في هذا النادي بمشيئة الله هذا المسبح يا جماعة الخير طبعا بما أننا تونا راجعين ما في لياقة لازم تكون مشي وهرولة والسيور لين ترجع لياقتك بعدين تدخل عاد ليفل ثاني اللي هو هناك حديد الله يوفقنا وياك ترى رياضة زينة يا الربع اي والله